تسجيلات إمام الزمان تقدم. مقدام يطلب ساره ويرى في الموت بشاره، لا يملك غير حجاره، وقام ينسج بالعز فقار، كضريح سئم رجاه ومضى يستجني نهار. إنما قاله هذا المجرم الخبيث في لندن، وما قام به من احتفالهم بوفاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو ليس زلة لسان ولا عجلة قلم، بل هو منهج راسخ مع سبق الإصرار والترصد في عقيدة الروافض. نعم، إن التطاول بالسب والتكفير للصحابة وأمات المؤمنين جريمة ارتكبها ولا يزال يرتكبها كثير من الرموز الشيعية السياسية والدينية. لما نادى الأقصى ثواره غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثاره، نصب المحتل خداعه أغرى فيه سمساره، صاغ الكلمات وعودا وشى بالمكر حمارا. واشتغل هؤلاء الروافض في محفرهم المشؤوم بما هم أهله من الفجور والزندقة، ولقد باء برئاسة هؤلاء الأنجاس عدو لسيد المرسلين ومبغض لأمهات المؤمنين، كذاب تكفيري بذيء غلام للروافض أحمق هو ياسر الحبيب الهارب من العدالة إلى لندن. ولقد أتى هذا الأحمق بالعجائب، فهو مجاهد في سبيل السفه يتخبط جاهلا بين نصوص الكتاب والسنة. لقد امتلأ قلب هذا الأحمق بالحقد والضغينة، فأظهر الأمراض الدفينة، فكفر أم المؤمنين وحبيبة سيد المرسلين، يتنقص زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع في عرضها. فقاتل الله تعالى الروافض ما أقبح ألسنتهم وما أنتن كلامهم. وليس غريبا أن يتنقص هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع في أصحابه ويحكموا بالجنة والنار على من شاءوا، فهم لم يسلم بعضهم من بعض. بالخوف حصونه أعلى فيهم أسوارا، فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أضبارا، كشظايا النار تراه من روح يصنع ضارا، ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا. إنما النظر في تراثهم وفي عقائدهم ورواياتهم وجدها مزحومة بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم والوقوع في عرضه الشريف عليه الصلاة والسلام. نعم، لم يكن ما فعله أولئك المنحطون، لم يكن ما فعلوه بأمنا عائشة شيئا جديدا، فقد فعله قبلهم المنافقون، فعله أبو عبد الله ابن أبي بن سلول، وذلك حين تعمد أن يقع في العرض الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلد الله براءتها بقرآن يتلى في المنابر إلى يوم القيامة. وفي الوقت الذي يبغضها فيه الرافضة وينالون منها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عمرو بن العاص لما سأله قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم عائشة عائشة. رواه البخاري. مقدام يطلب ساره ويرى في الموت بشاره. ولما مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرض الموت وكان يتشوف أن يكون في بيت عائشة لحبه لها، فكان في كل يوم يسأل يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها فلما كان يومي
قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. يعني أنه صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه نزع روحه الطاهرة الشريفة لما اشتد عليه ذلك ووجد صلى الله عليه وسلم الموتى، جعلت عائشة ترفع رأسه وكتفيه عليه الصلاة والسلام حتى اتكأ برأسه صلى الله عليه وسلم على صدرها، فصار أعلى رأسه يضرب في ذقنها وأسفل وجهه المبارك هو في نصف صدرها حتى مات صلى الله عليه وسلم وهو على مثل هذا الحال. وفي أثناء ذلك يدخل أخو عائشة معه سواك، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فتعرف هي مرادة من محبتها له وشغفها بحاله، وهي كانت رضي الله تعالى عنها مع أنها معه زوجة إلا أنها كانت حبيبة حانية عليه مرافقة له صاحبة لسره، فقالت يا رسول الله آخذ لك السواك؟ قال نعم، فأخذت السواك وقلبته فلما وضعه في فمه فإذا هو قاس، فأخذته ولينته ثم جعلته في فمه فاختلط ريقه بريقها عليه الصلاة والسلام، مات وهو متكئ على صدرها واختلط ريقه بريقها، تختلط أنفاسه بأنفاسها، تحيطه بحب الزوجة وحنان الأم. فهل يصدق بالله عليكم، هل يصدق اليوم في محبة النبي عليه الصلاة والسلام من يبغض حبيبته ويسبها ويلعنها؟ هل يصدق أيها المسلمون في محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفل بوفاتها؟ بالله عليكم يا عقلاء، كيف يدعي الرافضة محبة النبي عليه الصلاة والسلام وأحمقهم المطاع في لندن يحتفل بوفاة عائشة؟ بالخوف حصونا أعلى فيهم أسوارا، فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أضارا، كشظايا النار تراه مروار يصنع غارا، ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم باحتفالهم أو سمع سبهم وكلامهم لثار للعرض وقطع أيديهم وأرجلهم ونفاهم من الأرض. مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة، لا يملك غير حجارة. قال ابن كثير: ما كان الله ليجعل عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد أجمع علماء المسلمين قاطبة على كفر من طعن في عائشة رضي الله تعالى عنها لأنه مكذب بصريح القرآن. وفي كلامهم إيداء عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتداء وطعن في شرفه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قذفت وهو حي رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، قال: من يعذرني، من يعذرني، يعني من ينصفني من رجل بلغني أذاه حتى في أهل بيتي، يعني عبد الله بن أبي بن سلول، تعذى النبي صلى الله عليه وسلم به. إذلال وقاما ينسج بالعز فقارا، كطريد سئم دجاه ومضى يستجني نهارا. الله أكبر، كم على ذا المذهب الشيعي بين الناس من شيخاني، فابذر لهم إن كنت تبغي كشفهم وافرش لهم كفا من الأتبان، واظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران، وانظر إلى أنهار قبح فجرت وتهم لولا السيف بالجريان، وتهم لولا السيف بالجريان. بل حتى هؤلاء الذين أخرجوا بيانات وفرحت بها بعض جرائدنا، هؤلاء المستنكرين من الشيعة، ليس من بينهم أبدا من يحمل لقب مرجع. باب العزة لما نادى الأقصى ثوارا، غنى للموت مشوقا ومضى يعزف إيثارا، نصب المحتل خداعا أغرى فيه سمسارا، صاغ الكلمات وعودا والشاب المكر حمارا. فأين من يدعون الدفاع
عن الرموز؟ أين من ينتقدون من يمس الرموز؟ بالله عليكم أين حاكم العراق الذي ثار لما قيل عن السستاني كلمتين قيلت في خطبة جمعة لم تقم لها احتفال ولم تنشر في فضائيات، ومع ذلك جعل يبحث عنها هو وزمرته في دهاليز الانترنت وثاروا لأجلها؟ أين بياناته؟ أين قوله عن علماء السعودية إنهم تكفيريون؟ أفلا يقول كلمة عن ياسر الخبيث؟ فتقدم لم يزنيه مكر يستدعي ثاره، هيهات يهادن حتى يمسح بالعزة عاره، بركان من إيمان هابت تلمود سعاره. أين رئيس حزب الله الذي ثار للسستاني وجعجع وغلا؟ أين بياناته؟ أين خطبه؟ أين زعيقه؟ أين انتصاره لأم المؤمنين؟ أين غيرته لعرض سيد المرسلين؟ بل أين العلمانيون من قومنا الذين صاحوا وكتبوا ناصرين للسستاني محذرين من الفتن الطائفية؟ أين كتاباتهم اليوم في الانتصار لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أن مقام السستاني عند هؤلاء جميعا أرفع من مقام أم المؤمنين رضي الله عنها؟ هل عرض السستاني أعف من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم نرى إلا كتابات باردة لمثقفين من الشيعة ووعاظ أصدروا بيانات استنكروا فيها بدم بارد وعبارات رقيقة ما قال أشقاهم. مقدام يطلب ثارا ويرى في الموت بشارا، لا يملك غير حجارا. يا زوجة المصطفى، يا خير من حملت نور النبوة والتوحيد من قدمي، نفديك يا أمنا من كل نازلة، من دون عرضك عرض الناس كلهم. وهل يضر نباح الكلب شمس ضحى؟ لا، والذي ملأ الأكوان بالنعم الوحي جاء يزكيها ويمدحها، تبا لنذل حقير ناقص قزم. والله أغير من أن يرتضي بشرا لعشرة المصطفى في ثوب متهم. في خدرها نزلت آيات خالقنا وحيا يبدد ليل الظلم والظلم، مصونة في حمى التقديس ناسكة، من دون عزتها حرب وسفك دم. محجوبة بجلال الطهر صينة، أمينة أمينة الغيب في حل وفي حرم. كل المحاريب تتلو مدحها أبدا، كل المنابر من روما إلى إرم. وكلنا في الفدا أبناء عائشة، نبغي الشهادة سباقين للقمم، مبايعين رسول الله ما نكثت أيماننا بيعة الرضوان في القسم. عليك منا سلام الله نرفعه بنفحة المسك بين السدر والسلم. لا بارك الله في الدنيا إذا وهنت منا العزائم، منا العزائم أو لم نوفل الذمم. فالموت أشرف من عيش بلا شرف، والقبر أكرم من قصر بلا كرم. نعم، إنها عائشة، إنها أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أفقه نساء الأمة وزوجة النبي الذي كشف الله به الغمة، هي الزوجة الوحيدة البكر التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. مدحها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره، لا يملك غير حجاره. سرعوا مسراه رعبا ضربوا بالجوع حصاره، فتقدم لم يثنيه مكر يستدعي ثاره، هيهات يهادن حتى يمسح بالعزة عاره، بركان من إيمان هابت تلمود سعاره.